اجتمع صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين في نادي ضباط قوة دفاع البحرين مع الجنرال كينث ماكنزي قائد القيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق، وذلك بحضور سعادة الفريق الركن عبد الله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع. وخلال الاجتماع رحب صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين بقائد القيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق له، مشيدا معاليه بعلاقات التعاون الوثيقة التي تربط بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية وما تشهده من تطور ونماء على كافة الأصعدة، والتي من شأنها تعزيز الارتقاء بالتعاون والتنسيق المشترك، متمنيا معاليه استمرار هذا التنسيق والتعاون في مختلف الشؤون ولا سيما في المجال العسكري بما يصب في صالح تطوير علاقات الصداقة والتنسيق المستمر في الشأن الدفاعي بين البلدين الصديقين. وفي ختام اللقاء جرى تبادل الهدايا التذكارية بين الجانبين. هذا وأقام صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين مأدبة غداء لقائد القيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق له. حضر الاجتماع اللواء الركن حسن محمد سعد مدير ديوان القيادة العامة واللواء الركن الشيخ علي بن راشد آل خليفة مساعد رئيس هيئة الأركان للقوى البشرية واللواء الركن الشيخ سلمان بن خالد آل خليفة مدير التخطيط والتنظيم والتقنية واللواء الركن بحري محمد يوسف العسم قائد سلاح البحرية الملكي البحريني واللواء الركن طيار الشيخ محمد بن سلمان آل خليفة مدير التعاون العسكري وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.